موقف ومسعى أوروبي لإرساء الاستقرار في ليبيا، إذ لوح زعماء كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا بفرض عقوبات على دول وجهات تواصل انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على نقل السلاح إلى ليبيا. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أصدروا بيانا مشتركا بعد اجتماعاتهم في بروكسل، دعوا فيه كل الأطراف التي وصفوها بالخارجية إلى إنهاء تدخلها المتزايد والاحترام الكامل لحظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي، مشيرين إلى ضرورة وقف التدخل جوا وبرا وبحرا. ويأتي هذا التهديد من الدول الثلاث، وهو الأول من نوعه في ظل مخاوف من تصعيد جديد على الأرض. ميدانيا، أعلنت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لإسناد قوات الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق في تلك المنطقة.